السلام عليكم. أمراض الغدد مثل داء السكري وفرط نشاط الغدة الدرقية وبعض الأورام اللي تفرز هرمونات تسرع من حركية الأمعاء الدقيقة، وبالتالي ما راح يكون في وقت كافي لهضم الطعام وامتصاصه. جونا بعض الأشخاص يقولون أعزكم الله أثناء قضاء الحاجة يطلع الطعام غير مهضوم، السبب إنه الطعام لم يهضم في الأمعاء والجسم لم يمتصه.